السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا ومتابعينا الكرام، شهر مبارك، كل عام وأنتم بألف خير، صوما مقبولا وذنبا مغفورا وأيضا إفطارا شهيا بمشيئة الله طوال أيام شهر رمضان المبارك. حلقة رياضية جديدة من زوايا الملاعب، خفيفة وسريعة، وسنتناول من خلالها مشاهدينا الكرام أهم وأبرز حدثين في البلد في الوقت الراهن المتعلق بمجال الشباب والرياضة. طبعا وزارة الشباب والرياضة في بلادنا تختتم المسابقة الثقافية الوطنية للأندية، وكذلك منتخبنا الوطني الأول يخوض معسكره الخارجي في مدينة الخبر الشرقية في المملكة العربية السعودية استعدادا لمواجهة المنتخب الإماراتي الشقيق. وخلونا مشاهدينا نبدأ بالمحور الأول، وزارة الشباب والرياضة تختتم المسابقة الثقافية الوطنية، نذهب إلى هناك لمتابعة الختام وأبرز ما قاله دولة رئيس الوزراء في هذا الجانب، نتابع هذه المادة. اليوم أنتم لستم في مجال فقط نشاط ثقافي على عظمه، وهو مهم، بأن كما نهتم بالأبدان كذلك نهتم بالعقول، نهتم بالنشاط الثقافي، لكن المسألة أكبر من ذلك، هي معركة وعي. كيف يمكن لكل هذه الأنشطة الثقافية البدنية كيف يمكن أن تتحول إلى تحصين هذا المجتمع؟ لذلك انا احيي هذا النشاط وهذه البطوله الثقافيه للانديه بعد طول انقطاع، ويعني اثمن جهد زملائي في 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 وزاره الشباب والرياضه، كل ما يمكن هذه الفئه الحيه والمهمه من مجتمعنا نحن سنكون معها، لانه بكم انتم المستقبل، انتم الرهان عليكم، ليس على أي طرف آخر وليس على أي مجموعة أخرى. هذه الأنشطة هي أنشطة مهمة وأنشطة حيوية، نحن في الحكومة سنكون معها بشكل دائم. أنا سعيد بأن أرى كل زملائي وكل المكونات الشبابية المتواجدة، هذه قضية مهمة 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 جدا. هناك يعني مساهمة من الحكومة في تكريمكم ب10 مليون ريال، ستخصص الخمسة الأولى للفرق الثلاثة، ثم البقية ستوزع بتنسيق مع الأخ معالي الوزير لبقية الفرق المشاركة. أهلا وسهلا فيكم، رمضان كريم، شهر مبارك، وبإذن الله تكون في هناك أنشطة كذلك مرافقة للإخوان الذين أتوا من المحافظات الأخرى للاستمتاع ولمشاهدة مدينة عدن. وأهلا وسهلا فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطبعا الحديث مشاهدينا الكرام عن طبيعة هذه المسابقة، ينضم معي عبر خدمة الهاتف من العاصمة المؤقتة عدن وكيل وزارة الشباب والرياضة المساعد دكتور منير لمع. أسعد الله مساك بالخير دكتور منير. ومساك سعيد وحياكم الله وشهر مبارك وكل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير. دكتور، ضعنا في تفاصيل هذه المسابقة، كيف كانت الخطوات الأولى حتى وصل ممثلي الأندية في المحافظات المحررة إلى المسابقة النهائية، ومن هي الفرق التي توجت باللقب أو بالبطولة أو الفائزين الثلاثة بهذه المسابقة؟ حفظكم الله جميعا ومساءكم جميل وسعيد. وهناك تصحيحة أولية، وكيل قطاع الشباب في الوزارة. الأمر الذي تحتفي به الجمهورية اليوم هو اختتام المسابقة الثقافية الوطنية لأندية الجمهورية، والتي جاءت بعد غياب أكثر من 12 عاما. هذه المسابقة وجدت التفاعل والحماس المدهش حقيقة، حيث تم استهداف أكثر من 193 نادي في 12 محافظة، 13 مكتب من مكاتب عموم الشباب والرياضة بالمحافظات. وهذا الاستهداف النوعي لكافة أندية الجمهورية لتفعيل الجانب الثقافي والاجتماعي كان التجاوب بشكل رائع، والتجاوب يعني بصورة إيجابية. شارك في هذه المسابقة 133 نادي، وتم عمل تصفيات لأبطال المحافظات، حيث تصدر من كل محافظة بطلا للمسابقة النهائية. وقبل يومين استقبلت العاصمة عدن كل أبطال الجمهورية من كافة المحافظات من الحديدة وحتى المهرة، وكانت وزارة الشباب والرياضة
ممثلة بمعالي الوزير الأستاذ نايف صالح البكري في استقبال يليق بهؤلاء الأبطال، حيث أيضا كانت لجنة التحكيم والمسابقة جاهزة في نشاط أعد بتصور رائع وعالي من قبل الإدارة العامة للنشاط الثقافي والاجتماعي بقطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة. جرت المسابقة يعني كالعادة بين هذه الثلاثة العشر النادي، وتصدر في الأخير أو حصل على لقب بطل الجمهورية نادي شباب القطن بمحافظة حضرموت مكتب الوادي، ومن ثم البطل الثاني وهو نادي الرشيد بمحافظة تعز، والمركز الثالث هو نادي الضبيات بمحافظة الظالم. وحقيقة دعني أعبر عن الشعور المملوء بالسعادة والفخر والاعتزاز الممهور بالمسؤولية بوجود الراعي الرسمي لهذه المسابقة، وهو دولة الدكتور أحمد عوض بن مبارك رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والذي كان حاضرا اليوم يعني بين الشباب ليكرمهم وليحتفي بهم وليرسل لهم تلك الكلمات المسؤولة والمسددة في دعم الشباب والوقوف مع الشباب وتلبية احتياجات الشباب، وأيضا الاهتمام والفاعلية بتنمية مهارات وقدرات الشباب وإدماجهم في كثير من البرامج التأهيلية والتدريبية كريادة الأعمال وكالتمكين الاقتصادي وكبناء السلام ويعني المساهمة في صناعة البيئة وأمنها وحمايتها. نعم. كثير من الكلمات التي أطيبت أسماع الشباب القادة الذي كانوا متواجدين اليوم من كافة شباب المحافظات في حضور بهي تجلى فيه دولة دكتورنا الحبيب أحمد عوض بن مبارك رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. نعم دكتور منير، معلش دكتور منير أنا أسف على المقاطعة، أنتم في قطاع الشباب والرياضة في وزارة الشباب والرياضة، ما طبيعة البرنامج اللي أنتم مجهزين له للعام 2024 إذا بالإمكان يعني على شكل نقاط توضح لنا هي؟ حقيقة طبعا قطاع الشباب من القطاعات التي تفردت بعمل خطة استراتيجية لخمس سنوات، هذه الخطة تعمل الخطة التشغيلية السنوية من وحي هذه الخطة الاستراتيجية. في العام 2024 لدينا العديد من البرامج التنموية والتأهيلية والتدريبية للشباب، في مقدمتها برنامج تأهيل القادة الشباب في بدعم طبعا من صندوق النشء والشباب، فيه معنا أيضا برنامج أو يعني عمل مهم جدا، وهو هذا العام 2024 فعلنا إدارة تنمية الشباب في كافة المحافظات، أي بمعنى أننا أسسنا للعمل الشبابي بصورة خاصة ونوعية، لأن الكثير يعني وخصوصا العوام ينظر إلى وزارة الشباب والرياضة أنها رياضة فقط، ولكنها تطير بجناحين، بجناحي الشباب وجناحي الرياضة. اليوم المحافظات ومدراء مكاتب الشباب والرياضة بالمحافظات يعملون على تفعيل والبدء بعمل هذه الإدارة ذات القيمة الأولى بالنسبة للوزارة. هناك أيضا برنامج تفعيل الكشافة والمرشدات، وهناك أيضا لدينا الإدارة العامة للمراكز الشبابية والتي أسهمت وما زالت تسهم في إيجاد المراكز الشبابية، مراكز تنمية المهارات الشبابية في كافة المحافظات. يوجد لدينا اليوم مركز تنمية المهارات في عدن وفي مأرب وفي تعز وفي حضرموت وفي المهرة، يعني قيد التجهيز وكلهن في يعني قيد انطلاق العمل. أيضا لدينا مشروع وبرنامج المراكز الصيفية والاهتمام بها من قبل فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأيضا رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الشباب والرياضة، اللي هو يعتبر رئيس اللجنة العليا على مستوى الجمهورية للمراكز. وهناك حقيقة دكتور منير يعني جهودكم ملموسة وواضحة ونتابعها على الأرض. أنا أشكرك، للأسف لضيق الوقت انتهى وقتنا لهذه الفقرة، أنا أشكرك كثير الشكر، أتمنى لكم مزيد من التوفيق والنجاح بمشيئة الله.
تعالى. يعطيك ألف عافية الدكتور منير لمع، وأنت وكيل وزارة الشباب والرياضة لشؤون لقطاع الشباب، يعطيك ألف عافية. مشاهدي الكرام، سنذهب بعد هذه الفقرة إلى مدينة الخبر حيث يعسكر منتخبنا الوطني الأول استعدادا لمواجهة المنتخب الإماراتي الشقيق في تاريخ 21 من الشهر الجاري، يعني يوم الخميس القادم، وفي تاريخ 26 حتكون مباراة الإياب تقريبا، أيضا حتكون في المنطقة الشرقية بحكم أنها الآن تعتبر كأرض يمنية بديلا لملاعبنا اليمنية التي ما زالت حتى هذه اللحظة ضمن الملاعب الممنوعة من قبل الاتحاد الدولي في الفيفا. نذهب لمتابعة ماذا قال مساعد مدرب منتخبنا الوطني الكابتن قيس محمد صالح من خلال هذه المادة، ومن ثم سيكون معنا الكابتن محمد الزريقي مساعد مدرب المنتخب لنتحدث بشكل أوسع. نتابع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. مبارك عليكم الشهر الفضيل، كل عام وانتم بخير. نتحدث أول عن مباراتنا مع الإمارات. الكل يعلم أنها مباراة صعبة طبعا. المنتخب الإماراتي جاهز وقوي، خارج من بطولة كأس آسيا على استعداد جيد، لاعبي في الدوري الإماراتي دوري منتظم مستدام، لا زال مستمر الدوري الإماراتي بعكس المنتخب اليمني، عكس الدوري اليمني الذي انتهى قبل فترة قصيرة، ولكن هذا لا يمنع من المنافسة والطموح الكبير بتحقيق نتيجة إيجابية للمنتخب اليمني. طبعا نحن الكل يعلم أن المعسكر القصير كان في صنعاء حوالي 3 أسابيع أو أسبوعين. الكل سأل لماذا لم نلعب مباريات. المدير الفني طبعا قد طلب من الاتحاد تنظيم وإقامة مباريات دولية ودية مع منتخبات عربية قوية، لكن للأسف الاتحاد تواصل مع المنتخبات ورفضت الدول أو الاتحادات إقامة مباريات ودية معنا لكونهم مشغولين في برامج خاصة بهم، فتعذر إقامة مباراة ودية بسبب انشغال المنتخبات العربية في برامجها الخاصة. والكل أيضا يتساءل لماذا لم نلعب مباريات في صنعاء ودية. طبعا وجهة نظر الكابتن المدير الفني الكابتن نور الدين ولد علي بأن جميع اللاعبين المميزين في صنعاء موجودين في المنتخب، حوالي من كل نادي تقريبا 6 أو 7 لاعبين موجودين في المنتخب، يعني فما فيش فائدة فنية بالنسبة للكابتن بأنه يلعب مباراة ودية مع نادي أفضل لاعبين موجودين في المنتخب. لذلك يفضل الكابتن إقامة مباراة ودية دولية للفائدة الفنية للمنتخب. طبعا نحن نستعد الآن في الخبر، في مدينة الخبر، في بطولة يعني في معسكر يعني قصير جدا حوالي أقل من أسبوع، الاستعداد للمباراة القادمة إن شاء الله في الذهاب في أبو ظبي. بإذن الله نحقق ما نريد ونسعد الشعب ونحقق الطموحات التي نطمح إليها. الجهاز الفني اشتغل على برنامج كبير وعلى أسلوب خاص وعلى تكتيك خاص لمواجهة الإمارات، وإن شاء الله اللاعبين يطبقوه بحذافيره من خلال قدراتهم وإمكانياتهم الفنية والبدنية والذهنية. إذن مشاهدي الكرام، بينما يجهز الكابتن محمد الزريق يذهب إلى الزميل العزيز الصحفي والناقد الرياضي هايل المصباحي. سعد الله مساك بالخير أستاذ هايل، وشهر مبارك، كل عام وانت بخير. استمعت لتعليق الكابتن قيس محمد صالح مساعد مدرب منتخبنا بخصوص جاهزية المنتخب، المعسكر الداخلي، أيضا المعسكر الخارجي، والمبررات التي تابعناها بخصوص عدم خوض مباريات في الداخل. الأندية ليست ذات أهمية، ليست ذات قيمة، ما تعليقك أنت على هذا الجانب؟ مساء الخير عليك عزيزي علي، مساء الخير على الأعزاء المتابعين والمتابعات لبرنامج زوايا الملاعب. شهر مبارك، كل عام وأنتم بخير وبصحة وسلام إن شاء الله. تحياتي لكم ولطاقم قناة عدن الفضائية. بخصوص ما تحدث به الكابتن قيس، أختلف معه في جزئية أن المدرب لا يريد أن يقيم مباراة ودية مع فرق ومع أندية محلية. اللاعب فاقد حساسية الكرة، فاقد حساسية المباريات ورتم المباريات، فكان من الأولى والأقدر أن يتم عمل مباراة ودية مع
مع فريق أهلي صنعاء اللي هو بطل الدوري، أو مع الوصيف، أو مع الفريق الثالث. صحيح أن اللاعبين الدوليين سينضمون إلى المنتخب، لكن وفق ذلك يستطيع المدرب أن يقيس إمكانيات اللاعبين، مهاراتهم، يعيدهم إلى ممارسة كرة القدم، إلى الاحتكاك، إلى إحساس اللاعب بكرة القدم. اللاعب عندما يغيب عن ممارسة ومزاولة كرة القدم يحتاج إلى وقت حتى يعود بكامل لياقته البدنية والفنية. لا أدري وفق ماذا يعني نور الدين يعني حيحط التشكيلة يعني نهائيا لمقابلة المنتخب الإماراتي. هل هي وفق التقسيمات التي يجريها في أرضية الملعب؟ إذا كان بهذا الشكل فأعتقد أنها هناك قصور فني. كان على اللجنة الفنية في الاتحاد لمنظمة كرة القدم أن تتدخل مباشرة وأن تقنع المدرب بخوض مباراة ودية للوقوف على جاهزية اللاعبين. أيضا ممكن يكون هناك إصابات، يجهز البديل في حالة لا سمح الله حصل إصابات في المباراة الودية، لكن أن تسلم الخيط والمخيط إلى المدرب فهذا أمر مش صح، خاصة أنه يجهل كرة القدم اليمنية ويجهل إمكانيات اللاعبين. المدرب توه جديد على كرتنا اليمنية، حضر في الآونة الأخيرة والدوري متوقف، ما عندوش الفكرة الكاملة عن إمكانية اللاعب اليمني وعن يعني التشكيلة التي سيخوض بها المنتخبنا أمام الإمارات. تظل تشكيلة وهمية، لا ندرك ولا نعرف، حتى نحن معشر الإعلام، الصحافة، الجمهور يحط يده على قلبه خوفا على المنتخب اليمني لا سمح الله من خسارة من نتيجة قاسية، خاصة وأن تتواجه المنتخب الإماراتي، المنتخب المتصدر بست نقاط بدون أي خسارة، منتخب خارج من تصفيات كأس آسيا، منتخب لاعبينه يمارسون كرة القدم والدوري في ذروته في أمتاره الأخيرة. أيضا نادي العين شارك في البطولة الآسيوية أمام نادي النصر ولاعبينه في قمة الجاهزية، وأكيد أغلبية لاعبي المنتخب الإماراتي بنادي العين. نعم نعم بالضبط أخي علي، شاهدنا تألق حارس نادي العين، أيضا لاعبين المنتخب الإماراتي كلهم من نادي العين أو أكثرهم نسبة الأكثر، فأكيد جاهزية المنتخب الإماراتي أفضل. نحن لا نحطم المعنويات أو لا نكسر مجاديف لاعبينا، لكن وفق الإمكانيات وفق الظروف المتاحة وما نشوفه أمامنا، منتخب الإماراتي هو الأجهز منا بمراحل ومتفوق علينا فنياً رقمياً من كل النواحي، يعني كل النواحي تصب لصالح المنتخب الإماراتي. أنا أتفق معك، معلش هايل أنا أسف على المقاطعة، أنا أتفق معك أنه على ورق المنتخب الإماراتي الأفضل الأقوى المرشح للفوز في المباراة الذهاب والإياب، لكن ما الذي يجب العمل عليه من قبل الجهاز الفني؟ لدينا 2 مساعدين مدربين، لدينا مدرب ولدينا لاعبين محترفين جايين من الدوري العراقي، من الدوري العماني، من الدوري البحريني، ولاعبين أيضا خارجين من بطولة محلية من الدوري الذي أقامه الاتحاد، من بطولة أيضا محلية داخلية في بقية المحافظات. لا يعني أنه نظل نشتغل على نفس النغمة الذي تعودنا عليها، ما عندناش دوري، ما عندناش مش عارف إيش. ما الذي يفترض على الجهاز الفني العمل عليه من أجل الظهور على الأقل بندية أمام المنتخب الإماراتي؟ سؤال جميل، برافو عليك علي، فعلا لا نظل نعزف على هذه النغمة، لكن ماذا على الجهاز الفني أن يعمل مساعديه؟ نلعب وفق إمكانياتنا المتاحة، يعني وفق الإمكانيات، لا نطالب اللاعبين بما هو أثقل منهم أو أقوى من قدراتهم، نلعب وفق إمكانياتنا. وكرة القدم هي 11 مقابل 11، ممكن أن تفوز، ممكن أن تخطف الفوز، ممكن أن تتعادل. على الجهاز الفني والإداري أن يهيئ اللاعبين تهيئة نفسية مبكرة أن هذه المباراة هي 90 دقيقة، أنت كلاعب قادر أن تؤدي، عليك أن تؤدي كل ما بوسعك، عليك أن تلعب بثقة يعني في إمكانيتك وفي قدراتك، بعيدا عن منتخب الإماراتي وبعيدا عن الأرقام. في لغة الأرقام أحيانا لا تنصف أي منتخب، صحيح. لا تنصف أي نادي على أرضية الملعب. كرة القدم في الوقت الراهن هي من يلعب، من يؤدي في الميدان هو من يفوز، التاريخ والأرقام ليست مجدية مقابل الفرض نفسه على الواقع يعني. بالضبط، أنا أتفق معك في هذا الجانب، لكن تظل فارق الإمكانيات شاسعة أخي علي مهما حاولنا. نحن زي ما قلت لك لا نضغط اللاعبين بالمطالبة بما هو أكثر من طاقتهم، لكن نشد على أيديهم وعلى الجهاز الفني والإداري واتحاد كرة القدم، عليه أن يكون في المسؤولية أن يحفز اللاعبين لتقديم ما عليهم، أن يلعبوا بشعار روح الوطن والانتماء لهذا الوطن، أن يقدموا 90 دقيقة كرة قدم حقيقية، كرة قدم يعني بلعب برجولة وأداء قتالي طيلة 90 دقيقة. المنتخب الإماراتي مش بذاك البعبع الذي نصوره أمام اللاعبين، لكن نحن
يعني وفق الارقام يعني المنتخب الاماراتي افضل منا، حتى لا نظلم اللاعبين اليمنيين، لكن كل شيء وارد، كل شيء ممكن في كرة القدم. كرة القدم اصبحت الان تدرس، كرة القدم تلعب وفق جزئيات صغيرة، احيانا يتوفق المنتخب في تسجيل هدف ويرجع الى المناطق الخلفية وتكتل ويحصل على النقاط الثلاث. كل شيء وارد في كرة القدم. على المنتخب اليمني ألا يفتح ملعبه أمام المنتخب الإماراتي. المنتخب الإماراتي في الكرات المرتدة سريع، أيضا عندهم ظهير لوكاس لاعب مهاري فنان، يجيد الكرات الثابتة، أيضا يجيد الانطلاقات والاختراقات، شاهدت له في المباراة الأولى لاعب متمكن. وأيضا المنتخب الإماراتي منتخب ثقيل فنيا على أرضية الملعب. نعم، طيب أستاذ هايل، يعني للأسف ما زالت الأعذار قائمة حتى اليوم في مسألة أن الاتحاد لم يستطع التنسيق لمباريات ودية دولية. صحيح أنه المنتخبات تنظر أنه لن تستفيد فنيا من المنتخب اليمني، وهذا هو أمر واضح حتى نكون صادقين مع أنفسنا، لكن علاقة الدكتور حميد شيباني الأمين العام بالاتحادات، بالاتحادات البلدان، بالاتحادات العربية الأسيوية، أين مكمن الخلل بالضبط؟ كل ما لدينا من إمكانيات وعلاقات وساطات لم نستطع أن ننسق لمباراة لمبارتين، هل الأمر لهذا الحد؟ عظيم، سؤال جميل جدا يا علي، وأتفق معك. لدينا يعني كفاءات إدارية ممثلة بالدكتور حميد شيباني، لكن يا علي لو تذكر يا أخ علي، يعني من زمان نقول للاتحاد كرة القدم عليك أن تقدم روزنامة موسم، متى ينطلق الموسم. أنت عارف أنك حتخش في تصفيات كأس آسيا، عارف أنك في تصفيات كأس العالم، الناس تعمل يا علي من بداية الموسم. عندما يبدأ بداية الموسم يتم تقديم روزنامة وبحث عن مباريات ودية دولية من بداية انطلاقة الموسم، سواء كانت للأندية أو للمنتخبات أو الفئات السنية، ناشئين، شباب، أولمبيين وإلى ذلك. أتحدى اتحاد كرة القدم أنه إلى الآن ما عنده روزنامة، ولو أصغر اتحاد في كرة القدم في غير اليمن أتحدى لو ما عندهم روزنامة لانطلاقة الموسم من بدايته إلى نهايته. لذلك من الصعب جدا مهما كانت علاقتك الشخصية وعلاقتك الأسوية، الناس تحترم عملها وتحترم برنامجها الزمني. ممكن أنا أجاملك مرة أو مرتين، لكن أن تظل بهذا المستوى، بهذا القصور الإداري، أن لا يوجد لديك روزنامة لإعداد المنتخبات الوطنية، هذا قصور يعني واضح، وقصور إداري فاضح لا يختلف عليه اثنين. بالمقابل انت لو اعدت يعني المنتخب من بدري وجهزت، صحيح ان هناك في منتخبات تقول ما الفائده وما الجدوى من مقابله المنتخب الوطني اليمني لان المنتخب ضعيف، لكن مع ذلك ستجد منتخبات اخرى بنفس المستوى قريبه بوفق علاقتك يعني مع الاشقاء العرب، ممكن ان تكسب هذه المباراه الوديه يعني، لكن وفق روزنامة يعني تكون موجودة معك ومعهم، تمشي وفق أطر رسمية وإطار زمني محدد، تستطيع أن تخوض هذه المباريات وهذه التجربة الودية. أما أنك تأتي في الوقت بدل الضائع وتريد أن تقابل منتخب، بالطبع سيرفض أي منتخب، وأي أي اتحاد يحترم نفسه لن يقبل بهذه المباراة، لأنه خاصة الآن على نهاية موسم لن تجد نادي تلعب معه، لن تجد منتخب، كل المنتخبات مشغولة في إعدادات منتخباتها، فمن الصعب أنك تلاقي مباراة ودية دولية للمنتخب اليمني. يعني العشوائية هي السبب الرئيسي، وعدم وجود روزنامة، وعدم وجود برنامج واضح ومخطط ومدروس مسبقا للاتحاد العام لكرة القدم. أنا أشكرك كثير الشكر صديقي العزيز هايل المصباحي، وأنت زميل صحفي وناقد رياضي، كنت معي عبر خدمة السكايب. مشاهدي الكرام، احنا وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء، أرجو أن نكون وفقنا في نقل ووضعكم أيضا في الصورة بكامل تفاصيلها فيما يتعلق باستعداد منتخبنا، استعدادات منتخبنا الوطني الأول الذي سيواجه المنتخب الإماراتي الشقيق في يوم الخميس القادم في المباراة الذهاب، وسنلعب مباراة الإياب في تاريخ 26 من الشهر الحالي. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، ما نزال نراهن على معنويات وعزيمة اللاعبين، وأيضا على جماهيرنا التي ستحضر لمؤازرة المنتخب في مباراة الإياب في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. هذه تحياتي أنا علي حميد الأهدل وزملاء طاقم العمل في التصوير والمونتاج وكذلك في الإخراج. السلام عليكم ورحمة الله.